باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، تحل علينا نعمته وبركته الآن وكل أوان وإلى دهر الدور كلها، آمين. نحتفظ في هذا اليوم بعيد نياحنا القديس يوحنا الحبيب، وهو التلميذ الذي كان يسوع يحبه والمحبوب من الجميع، والذي تميز بصفات وأعمال وكتابات وأقوال تفرد بها عن الجميع، عن باقي التلاميذ أيضا. تكلمنا كثيرا من قبل عما تميز به القديس يوحنا الحبيب من صفات أهلته بالفعل أن يكون المحبوب، لأن ليس عند الله محاباة. وتكلمنا كيف تميز إنجيله ببعض الأحداث والمعجزات التي لم تذكر في باقي الأناجيل، وكيف تميز بأنه كتب كتابات متنوعة، كتب البشارة المعروفة باسمه، وكتب ثلاث رسائل منها الرسالة الوحيدة الموجهة لاسم واحدة اللي هي كيرية، كما أنه كتب السفر النبوي الوحيد في العهد الجديد وهو السفر الرؤيا المميز والمليء بالأسرار والوعود. نتكلم اليوم عن أمر تميز به أيضا القديس يوحنا الحبيب وينطبق عليه فيما كتب، القول الذي قاله مخلصنا الذي أحبه أظهر له ذاتي. فالقديس يوحنا الحبيب هو الوحيد الذي كتب المسيح من هو على فم السيد المسيح نفسه، أما بيقول أنا هو. لما بحثت لقيت يمكن في قول واحد تشارك معه كل من القديس متى ومرقس، أما قال أنا هو لا تخاف، أنا هو لا تخاف. طب من أنت يا رب؟ نلاقي القديس يوحنا هو اللي ذكر من هو على فم السيد المسيح نفسه عدة مرات. ممكن أن تسرد بحسب المعنى أو بحسب التسلسل الكتابي، وإن كان بصورة غير موضوعية، ولكن هسردها بالفعل بحسب التسلسل الكتابي ما وراء. بس في البداية من أقوى الأقوال اللي قالها ربنا يسوع المسيح عن نفسه، أما قال أنا والآب واحد، أنا والآب واحد، من رآني فقد رأى الآب. وهنا يعلن صراحة عن ألوهيته أنه هو الإله المتجسد، لما فيلبس يقول له أرنا الآب وكفانا، قال له أنا معكم كل هذا الزمان ولم تعرفني يا فيلبس، من رآني فقد رأى الآب. إني أنا والآب واحد. فهنا هو اللي أعلن عن نفسه أنه هو الإله، الإله قد ظهر في الجسد. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. عشان كده هو اللي قال والكلمة صار جسدا وحل بيننا. قول آخر عرّى بيه ربنا يسوع المسيح نفسه
في يوحنا الأول قال أنا لا تخافوا، أنا هو لا تخافوا، دي وردت في يوحنا 6:20، وقلنا دي القول الوحيد اللي شاركه فيه كل من القديس متى ومرقس، لكن محدش اتكلم من هو بقى بالتفصيل غير يوحنا فقط. فالقديس يوحنا في يوحنا 6:35 الإصحاح اللي اتكلم فيه عن الإفخارستية، والذي تفرد أيضا به القديس يوحنا الحبيب إنه تكلم عن الإفخارستية بالتفصيل، قال لهم يسوع أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. وهنا بيعلن عن نفسه أنه هو خبز الحياة الذي نطاط به، وهو الماء الحي في نفس الوقت، إنه بيقول من يؤمن بي فلا يعطش أبدا، وده اللي قاله قبل كده في العهد القديم، تركوني أنا ينبوع المياه الحية لينقروا لأنفسهم أبارا أبارا مشققة لا تطبق ماء. فهو حياته الناس بتقلق وتتصارع عشان لقمة العيش، لكن هنا ربنا يسوع المسيح بيقول أنا هو خبز الحياة. وبالتالي اللي بيبقى المسيح في قلبه وبيتناول دايما وياخده ويشبع منه فلا يحتاج لشيء. إذا كان هو أعطانا الخبز السماوي فما نعولش هم الخبز الأرضي، لأن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره هذه كلها تزاد لكم. قول تاني يعرف من هو في يوحنا 6:41، فكان اليهود يتذمرون عليه لأنه قال أنا هو الخبز الذي نزل من السماء. وهنا بيعلن عن نفسه أنه هو الخبز، ولكن أي خبز الذي نزل من السماء؟ لأنه ليس أحد نزل صعد إلى السماء إلى الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء، فهو الخبز السماوي الذي يغتاط به يكون سيرته في السماويات، زي ما قال معلمنا بولس الرسول أما سيرتنا نحن فهي في السماويات. يوحنا 6:48 يقول أنا هو خبز الحياة. وهنا كان اليهود قالوا له أباؤنا أكلوا المن في البرية، أنت تدينا إيه؟ قال لهم أباؤكم أكلوا المن وماتوا، لكن أنا هو خبز الحياة اللي يأكله يحيى ما يموتش. المن الأولاني اللي هو حيوا بيه في البرية ولكن عاشوا لفترة محدودة وماتوا أيضا، لكن المسيح هو خبز الحياة الذي يأكله يحيى إلى الأبد. عشان كده دايما بنربط السر الإفخارستية نقول ويعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه، فهو الخبز الذي يؤهلنا للحياة الأبدية. ويقول أيضا في يوحنا 6:51 أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، والخبز الذي أنا أعطيه هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. فهنا مش كلام رمزي أو كلام تأملي أو كلام أدبي، ولكن بالفعل أعطانا جسد لنأكله في صورة الخبز والخمر الذي به ننال الحياة.
بل يكون له نور الحياة. فهو النور، وملاخي عبر عنه في العهد القديم يقول لكم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها، يشرق بنوره ودفئه فتكون الحياة منورة. اللي بيسير مع الله بيسير في النور، بيبقى عارف هو رايح فين وجاي منين وهدفه واضح ما يتوهش، لأن الدنيا نور. اللي بيركب عربية بالليل عشان ما يتوهش وينحرف عن الطريق لازم يبقى فيه نور قدامه. فحينما يقودنا الله ونسير في موكبه فإننا نسير في النور. ده مش كده وبس، حينما نقف أمامه فإننا أيضا نصبح منورين منيرين. عشان كده قال لنا أنتم نور العالم. طب إحنا النور ولا أنت النور يا رب؟ هو النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان هذه العالم، لكن اللي يقف قدامه ويقرب منه بتنعكس هذا النور، ينعكس على الآخرين بالضبط زي الشمس والقمر. الشمس أشعتها تيجي على القمر فالقمر يظهر لنا منور، وده اللي بيحصل لأولاد ربنا لما يقفوا قدامه كتير في الصلاة والحديث والتأمل والتناول. تبص تلاقي منورين ومميزين، أنتم نور العالم. تلاقيهم كده في وسط العالم لهم وضع غريب مش زي كل الناس، بيبقوا مميزين جدا. ويحكى عن آبائنا وأجدادنا القديسين في العصور الأولى إن كانوا بيتعرفوا، لما حد يشوف حد كده مسيحي يعرف يقول ده مسيحي. عرفت منين؟ منور. مش شرط تبقى ملامحه حلوة الشكل، لكن جمال الروح بيطفي عليه نور جميل. وصدقوني حتى يومنا هذا في أحيان كتيرة في ناس الواحد يبقى ما يعرفهاش خالص، لكن الواحد يبص الواحد يقول هو ده ابن المسيح، ده بنت المسيح. عرفت منين؟ من شكله، من تصرفاته، من ملامحه، ان احنا بنتولد منه من المعموديه، بناخد من صفاته زي واحد ما بيورث من ابوه وامه ملامحه ويكتسب سلوكه من التربيه اللي بيعيش فيها وسطيهم. برضه اولاد ربنا الملتصقين بيه تلاقي ملامح المسيح فيهم. انتم رساله المسيح المقروءة من جميع الناس. معلمنا بولس الرسول ابني حامل في جسدي سمات الرب يسوع، ويقول في يوحنا 18 أنا هو الشاهد لنفسي ويشهد لي الآب الذي أرسلني. هنا كان اليهود قالوا له أنت بتشهد لنفسك، قال لهم لا، في الناموس بيقول على فم شاهدين تقبل الشهادة. فأنا أشهد لنفسي ويشهد لي الآب الذي أرسلني. هنا فيه اتنين، يشهد لنفسه بأعماله التي لم يعملها غيره بسلطان المعلن الذي لا يكون إلا لله. لما قال المفلوق قم مغفورة لك خطاياك، فاللي قاعدين كان تذمروا وتقمقموا وقالوا من هذا الذي يغفر الخطايا؟ لا يغفر الخطايا إلا الله. فرح ربنا يسوع المسيح لهم لكي تعلموا أن الإبن الإنسان سلطان أن يغفر الخطايا. قم احمل سريرك.
وعلى جبل التجلي هذا وابن الحبيب له اسمعوا. ويقول في يوحنا 8:24: فقلت لكم انكم تموتون في خطاياكم لانكم لم تؤمنوا اني انا هو. ان لم تؤمنوا اني انا هو تموتون في خطاياكم. وهنا ان لم يؤمن الانسان بان المسيح هو والاب واحد وانه هو الذي نزل من السماء، ان هو نور العالم ومخلص العالم زي ما قال: من امن واعتمد خلص، ولم من لم يؤمن يدن. وبالتالي يموت الانسان في خطاياه ان لم يؤمن به. اما يقول ان لم تؤمنوا اني انا هو، هو مين؟ الحاجات اللي قالها اللي بنقولها دي كلها. في يوحنا 10:9 يقول: انا هو الباب، ان دخل بي احد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. فيش مدخل اخر للسماء من غيره، من غير ما نؤمن بيه. هو الباب اللي من خلاله ندخل السماء. هو الباب اللي من خلاله يوجد الرعاة والخدام اللي يوصلوا للسماء. إن لم يدخل أحد من هذا الباب فذاك سارق ولص. عشان كده في كتير على مدى التاريخ ينشقوا عن الكنيسة ويتمردوا على الكهنوت ويدعوا لأنفسهم ما لم يأخذوه، وبالتالي بيكون مصيرهم الهلاك ومن يتبعهم أيضا. فالباب هو المسيح له المجد. في يوحنا 10:11 يقول: أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. فهو رعينا هنيئا لمن يتمتع بهذه الرعاية، اللي يشعر ان ربنا رعينا. يقول مع داود النبي: الرب يرعاني فلم يعوزني شيء. يبقى فرحان، يبقى شبعان، يبقى مطمئن، يبقى واثق انه تحت عناية الراعي الصالح الذي بذل نفسه من اجلنا وصلب عنا. والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف، لأنه ليس له أحد حب أعظم من هذا، أن يبذل أحد نفسه عن أحبائه. في يوحنا 11:25 بيجيب قول ربنا يسوع المسيح في وقت ما العذر مات وجه يقومه، ومرثا ومريم راحوا له: لو كنت هنا لم يموت اخي. وفي حديثه معهم قال لها، قال لها: انا هو القيامه والحياه، من امن بي ولو مات فسيحيا. من آمن بي ولو مات فسيحيا. هو القيامة. عشان كده لما حد من أحبائنا بينتقل وبتكون سيرته حلوة وإيمانه
البشرية الطبيعية، وده أمر طبيعي مش عيب ومش غلط ولا يتعارض مع الإيمان، ولكن يقترن هذا الانفعال والتأثر بنوع من العزاء والفرح، لأن بنبقى واثقين إنه مات في الإيمان فسيحيا، ولا بد أن يكون في لقاء، إنه بيتنعم فبنبقى فرحانين له، وده مفيش حد يتمتع بهذا الشعور إلا ولاد ربنا، لأن المسيح هو القيامة وهو القائم من بين الأموات. تخيلوا لولا هذا الإيمان كان يبقى الحزن قاتل. في بعض الأحباء مش بسهولة فراقهم، مش بسهولة انتقالهم، يفرقونا ويسيبونا، لكن لما بإيماننا نشعر إن هيكون في قيامة وإن هم مع المسيح، فبالحب اللي بنبادلهم ليه منبقاش أنانيين، نتأثر ولكن بنبقى متعزيين. فاكر مرة كان سيدنا أبا دوماديوس تعرض لتجربة مفاجئة في موت أحد أحبائه، كان ابن أخته وكان يحبه، وبالفعل كان شخص يعني محب وحبوب ويتحب. فجأة بعد عنده مات في حادث، كنا في الدير، بعد كده رجعنا مكانش فيه موبايلات ولا حاجة، فبصيت لقيت السيد قاعد يتبع الإجراءات، الوضع إيه والإجراءات عشان الحادث كان صعب. وبعد كده يعني قاعد أنا بترقبه وببصله، لقيته متماسك بصورة قوية رغم إن أعرف مشاعره وأدركها جيدا. فكنت شاب صغير في فضول بدالة، فبسأله أنت زعلان يا سيدنا؟ قال لي لا. طب ليه؟ قال لي عودت نفسي ما زعلش. قال لي كان لي اخ في المدرسه كان محاسب شاطر، وكان شايل عنه حاجات كثيره في الامور الاداريه دهيت، لان الحاجات الخدمه الاب الاسر فيها نواحي اداريه كتير، ما هيش عن روحه بس، والعمل الإداري ده ما بيبقاش بيني وبينكم محبة لينا، بس مضطرين من أجل الأمانة إن نطلع بالمسؤولية دهية، لأن إحنا كرهبان مش فارقة معانا الأمور الإدارية والمادية على الإطلاق، لأن هناخد إيه من الدنيا ولا حاجة، بس كأمانة أمام الله لازم يبقى فيه اهتمام بتدبير مثل هذه الأمور. فهو لما اترسم كان أخوه ده شاطر قوي في الحاجات دهية، فشايل عنه عبء كبير خالص. فبيقولي لما مات حزنت، لكن جيت رقدت كده شوية وفكرت بيني وبين نفسي أنا حزين عليه عشان نفسي وعشان كان نافعني ولا عشان ايه؟ لو انا حزين عليه عشان كده يبقى انا اناني، لان هو دلوقتي كان انسان تقي ومصيره معروف مطمئن انه في السماء وفرحان، وبالتالي هذه المشاعر تحولت يلك حزانه ونحن دائما فرحون، أو يقول لا نحزن قد بقينا الذي
إيماننا بأن المسيح هو القيامة والحياة، وأنه من آمن بي ولو مات فسيحيا. هو أعلن عن نفسه كده، وأعلن عن نفسه كده فين؟ في إنجيل يوحنا، مش في مكان آخر. في إنجيل يوحنا 14:6 يقال له يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. خلي بالكم الآيات اللي أنا بقولها ده هي بنمر عليها مرارا مرارا. لو قعدنا نتكلم في كل واحدة ممكن يعني ندي فيها محاضرات وعظات كثيرة، لكن أنا عمال أجري عشان عارف في كتير بيبقوا مرتبطين بمشاغل كتيرة وما نأخرهوش. لكن يقول أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بيه، لأنه ليس بأحد غيره الخلاص. مش ممكن يكون لنا خلاص ووجود مع الله إلا من خلال دمه اللي فدانا بيه على الصليب. ده مش كده وبس، ده رسم لنا الطريق، هو الطريق ورسم لنا الطريق. كل حاجة عايزنا نعملها عملها هو الأول. وقال: تعلموا مني. احترم الناموس منذ أن تجسد، وأمه احترمت الشريعة ولم تدخل الكنيسة إلا بعد أن أكملت أيام تطهيرها 40 يوم، ودخلت وقدمت الذبائح وهو الله القدوس. اختتم، تعمد، وفعل كل بر زي ما قال ينبغي أن نتمم كل إيه؟ كل بر. وقام وصعد، رسم لنا الطريق ان احنا برضه هنقوم، بس هو صار باكورة الراقدين. صار هو باكورة ايه؟ ليه بنقول عليه باكورة الراقدين؟ لان زي ما قام احنا هنقوم، وزي ما طلع فوق قال: انا ذاهب ساتي واخذكم معي، ذهبت لاعد لكم مكان. لكن صار هو الطريق بتاعنا. عشان كده معلمنا يوحنا ايضا يقول في رسالته الاولى: الان نحن اولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم اننا سنكون مثله. الطريق اللي سلكه هنسلكه كما هو سلكه، فهو الطريق والحق والحياه. ربنا عبر عن نفسه: انا هو، او انا مين؟ ليس فقط في بشارة يوحنا، ولكن أيضا في سفر الرؤيا. لكن مين اللي كتب سفر الرؤيا؟ برضه يوحنا. يقول: أنا هو في سفر الرؤيا 1:8: أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي، قادر على كل شيء. الألف والياء يعني قبله لا يوجد أحد، وبعده لا يقول. هو الأزلي الأبدي، أي السرمدي. ومن الذي يتصف بهذه الصفات؟ مفيش إلا الله وحده. وفي رؤيا 1:11
يؤكد نفس هذا القول. وفي رؤيا 1:17 القديس يوحنا بيقول: فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت، فوضع يده اليمنى علي قائلا: لا تخف، أنا هو الأول والآخر. بيعرفوا أنا مين، أنا حبيبك. من صفاته يعرف من أنت، الأول والآخر، الأزلي الأبدي. في سفر الرؤيا إصحاح 2:23 يقول: فستعرف جميع الكنائس إني أنا هو الفاحص الكلى والقلوب، وسأعطي كل واحد منكم بحسب أعماله. ربنا لا يشمخ عليه وما يضحكش عليه، ولا حد يقدر يمثل على ربنا. ممكن أحيانا كثيرة نظهر قدام الناس إننا أبرار وقديسين، لكن ربنا يبقى عارف دواخلنا إننا مشكلة. وممكن العكس أيضا، يرانا الناس مش كويسين ووحشين، لكن نظرة ربنا ممكن تكون غير كده. عشان كده من أخطر الخطايا إن الإنسان يدين غيره، إن محدش يعرف داخل غيره إيه وخبايا غيره إيه وقلب غيره إيه. هنا ربنا ربط الدينونة والمحاسبة، قال: سأعطي كل واحد منكم بحسب أعماله على المعرفة. والمعرفة هنا ليست هي المعرفة الظاهرية الخادعة، ولكن الفحص الكلى والقلوب اللي هي محدش يقدر يعرف اللي جواها إلا هو. في سفر الرؤيا أيضا إصحاح 21 يقول: أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة. وهنا بيعلن عن نفسه أنه مستعد أن يروينا، ولكن يعطي من الذي يسأل ويطلب. اللي اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا. لكن للأسف أحيانا الناس تبقى عطشانة لكن تلتجئ للعالم ترتوي منه. كان في قصيدة حلوة كتبها التنيح قدس الوبشمودة، يقول: أنا من أنا ظمآن تولى مسرعا يرتجي الحياة أن تملأ كأسا. واحد ظمآن، فبدل ما يروح يرتوي من ربنا التجأ للحي الشيطان يروي بيها عطشه لملذ الدنيا وأمجادها الفانية يتلهي بيها. يعبر بطريقة تانية، يقول: ها أنا. في سفر الرؤيا 1:18 يقول: وكنت ميتا وها أنا حي. فهو الحي الذي لا يموت. ها أنا آدي سادة.
سريعا. رؤية 3:11 سفر الرؤيا. آتي سريعا، تمسك بما عندك لئلا يأخذ أحد إكليلك. من أكتر حاجة اللي الشيطان يخدرنا بيها ويخدعنا بيها إن يدينا رجاء كده وإحساس إن لسه بدري، ناخد راحتنا شوية. فين عمالين يقولوا من زمان جاي جاي، أو واحد لسه في عز شبابه قدام الحياة والصحة، أنا بايعها على نفسي ليه؟ قدام شوية. لكن هنا بينبهنا ها أنا آتي سريعا. وفي سفر الرؤيا 2:13 يقول أنا عارف أعمالك. وهنا ربنا يسوع المسيح لما يقول أنا عارف، كلمة أنا عارف لوحدها هي ممكن يتقال فيها محاضرات كتيرة. فاكر زمان كنا ندرس لاهوت في قسم اللاهوت مع كان يافت المتنيح الأنبا وروريوس. فاكر قعد في أنا عارف هي كتير قوي ويقسم المعرفة في معرفة مكتسبة ومعرفة لدنية ومعرفته ذاتية. يعرف الماضي ويعرف المستقبل، يعرف الماضي البعيد والماضي القريب والمستقبل القريب والمستقبل البعيد، يعرف الحاضر وفي أي مكان، يعرف اللي جوه بطن السمك ويقول له بطرس روح القي سنارتك يطلع لك تصطاد حاجة تلاقي فيها يعني استار تروح تدفع الجزية. يعرف ان العازر مات، يعرف ان فيلبس قبل ان يدعوك فيلبس وانت شجرة التين رأيته، يعرف اعماق الناس. لما دخلت المرأة الخاطئة في بيت سمعان الفريسي قعد في سمعان يفكر في قلبه كده لو كان هذا النبي لعلم من هذه المرأة وما حالها انها خاطئة، فعرف افكاره من غير ما يتكلم وقال له يا سمعان عندي كلمة اقول لك وانتوا عارفين الحكاية بقيتها. عرف لما تطمطم قال من هذا الذي يغفر الخطايا، قال لي تعرفه من ابن الانسان سلطانا، وما كانش حد يتكلم. فعشان كده بيقول انا عارف اعمالك. وهنا يهمنا احنا كبشر ان يكون احنا امام الله ايه، مش مهم حكم الناس، المهم حكم الله. هو شايفنا ايه مش الناس شايفيننا ايه. ان كنت بعد برد الناس فلست عبدا للمسيح. المهم الانسان ربنا عارفني ايه. معرفة الناس لا هتقدم ولا هتأخر، أهم حاجة إن أكون معروف عنده. يقول في سفر الرؤيا 21 ها أنا أصنع كل شيء جديدا. وده هيكون في الأبدية بقى، كل شيء هيبقى جديد. لكن ممكن وإحنا عايشين على الأرض برضه ممكن يجدد. كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. الأشياء العتيقة قد مضت هوذا الكل قد صار جديدة. هو الوحيد اللي قادر يجددنا لأن هو اللي خالقنا. يؤكد في الآخر في رؤية 22 ها أنا آتي سريعا. طوبى لمن يحفظ أقوال نبوة هذا الكتاب. فبينبهنا أن هو يقول أنا آتي سريعا. اوعى تتلهوا وتهملوا
لننتبه انه هيجي بسرعه وهيدين. ادى فرص كثيره الاف السنين وطول حياتنا، لكن لننتبه. معلمنا بولس الرسول يقول: ام تستهين بغنى لطفه وامهاله وطول اناته، غير عالم ان لطف الله انما يقتادك الى التوبه ولكنك بقساوتك وقلبك غير التائب تدخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله. في الاخر خالص يقول كلمة والقديس يوحنا بقى بيرد عليه، هو بيقول: نعم أنا آتي سريعا. يؤكد أنا آتي، وبعدين يقول نعم، يعني حقيقي أنا آتي سريعا. القديس يوحنا يقول له: الروح العروس يقول تعال، ومن يسمع فليقل تعال. امين. تعال ايها الرب يسوع والاله من المجد الدائم الى الابد. Oh.